40 يوما مضت على الانتخابات الأمريكية والشارع لم يهدأ بعد. في مدن أمريكية عديدة تكرر مشهد الاشتباكات نفسه بين مؤيدين لدونالد ترامب ومعارضين له، لكن الأعنف كان في واشنطن. مجموعات من محتجي جماعة براود بويز المؤيدة لترامب اشتبكوا مع مناهضين لهم من جماعة أنتيفا، وحياة السود مهمة في وسط العاصمة الأمريكية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن 4 متظاهرين جرحوا من جراء اعتداء بالسكاكين، وشخصا تعرض لإطلاق نار واعتقل 3. أنصار ترامب كرروا شعارهم أوقفوا السرقة وأحرقوا لافتة حياة السود مهمة. الشرطة تحركت محاولة فصل المتشابكين باستخدام رذاذ الفلفل. يخرج هؤلاء المتظاهرون على وقع تغريدات حماسية لترامب تجدد رفض نتائج الانتخابات وتصوب في اتجاه القضاء وبعض حكام الولايات، وخلاصتها بأن باب المعارك لا يزال مفتوحا كقوله لقد بدأ للتو القتال. القضاء خيب آمال ترامب المحبط كما صرح هو نفسه بعدما قضت أكثر من 50 من المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات بسلامة فوز جو بايدن عليه. وبالرغم من كل حوادث العنف التي ترافق التحركات، من المنتظر أن ينظم مؤيدو ترامب المزيد من الاحتجاجات في عواصم جورجيا وبنسلفانيا وميشيغان وويسكنسن ونيفادا وأريزونا، وهي الولايات التي طلبت حملة ترامب إعادة فرز الأصوات فيها.